مع انتهاء فترة أعياد الميلاد ورأس السنة دون فرض المزيد من القيود في بريطانيا، طالب رئيس الوزراء بوريس جونسون وزراء حكومته بوضع خطط طوارئ بسبب المخاوف من تغيب ربع موظفي القطاع العام عن أعمالهم نتيجة للارتفاع غير المسبوق في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا. لدينا بيانات جديدة من مكتب الإحصاء الوطني تظهر أنه في الأسبوع الماضي قدروا أن حوالي 2.3 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة مصابين بالفيروس، أي حوالي واحد من كل 25 شخصا في إنجلترا. هذا هو أعلى معدل إصابات شهدناه من خلال هذا الوباء، وللأسف نتيجة لذلك نشهد ارتفاعا في حالات دخول المستشفى، خاصة لمن هم أكثر من 60 عاما. بمعدل 160 ألف إصابة جديدة يوميا بفيروس كورونا وسلالة أوميكرون تضرب البلاد على مدار الأسبوع الماضي، الأمر الذي تسبب في تعطيل عديد الأعمال بعد النقص الملحوظ في أعداد الموظفين، إلا أن الحكومة لم تفرض بعد أي قيود جديدة أو تلوح بإغلاق عام. لا رئيس الوزراء ولا وزير المالية يريدان فرض إغلاق جديد، خاصة أن الإغلاق الماضي كما نعلم كلف الاقتصاد البريطاني يعني أسوأ أداء منذ الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى الخسائر الكبيرة والأموال الطائلة التي اضطرت الحكومة أن تضخها في الاقتصاد لمساعدة الموظفين ومحدودي الدخل. حزب العمال المعارض اتهم الحكومة بترك التخطيط للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا حتى اللحظة الأخيرة، واصفا رئيس الوزراء بالمفتقر للقيادة، في حين أشاد وزير الصحة بخدمات الصحة ومراكز التطعيم البالغ عددها 1.5 مليون مركز، ما ساهم في تقوية مناعة البريطانيين والحد من خطورة الفيروس على الحياة. زيادة أعداد مراكز التطعيم ساعد كثيرا في تسارع وتيرة تلقي البريطانيين للجرعة الثالثة المعززة، الأمر الذي حجم بشكل واضح من خطر الفيروس وسلالاته المتعددة. عمر بشير، الغد، لندن.